اهلا بيكم. في سؤال بتساله كتير جدا جدا الفتره اللي فاتت، كان بيجي لي مسجز كتيره قوي على الانستغرام او على الفيسبوك بتاعي من ستات ومن رجاله كمان. السؤال كان بيقول اتجوز اللي انا بحبه او اللي بيحبني. يعني اتجوز الشخص اللي بيحبني ولا اتجوز الشخص اللي انا بحبه؟ طبعا كان في زمان مثل معروف جدا بيقول خد اللي يحبك ما تاخدش اللي انت بتحبه. ليه؟ علشان اللي بيحبك طبيعي ان هو يهتم بيك، ان هو هيعمل كل حاجة متاحة قدامه وكل امكانياته هيستخدمها ان هو يخليك اسعد او يخليك مبسوط او يعني هيدو his best ان هو يعني يملى حياتك سعادة. فدايما ده كان مثل قديم يعني. بس انا كرشا بختلف مع كامل احترامي للمثل بتاع اجدادنا ده مع المثل ده. يعني تعالوا نعمل مقارنه. يعني لو انا خدت اللي انا بحبه هفضل طول حياتي كده عماله بدو ماي بيست وهم بيحبنيش. انا كلام اللي هو انا بحبه وهم بيحبنيش، بعمل كل حاجه في الدنيا عشان ارضيه وفي الاخر هو مش ساتسفايد مش مبسوط، وبالتالي انا اللي هتعب وهبقى متضايقه وابقى حاسه ان هو مش شايفني مش حاسسني ان انا بلا قيمه، ودايما هبقى موجوعه وهبقى زعلانه وهبقى متضايقه وهبقى حاسه ان انا وحيده وهبقى حاسه ان انا في علاقه مش مستقره او علاقه مش هيلثي. مش هحس بالمشاعر معاه لان هو يعني 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 انا بحبه وهو مش بيبادلني نفس المشاعر، فهحس كده بالوحده. صح ولا لا؟ طيب ولو خدت حد بيحبني وبس هحس هبقى مبسوطه لمرحله مؤقته، يعني على الشورت تيرم كده هبقى مبسوطه اكيد يوم يومين، وهبقى سعيده بالاهتمام وسعيده بالعطاء وسعيده بالكرم في المشاعر. بس هاجي في لحظه في هزهق لان مش هبقى بدو افورت، يعني انا مش ببقى باخد، بس ببقى يعني انا باخد مش جذر. لا، انا كراشه بشوف ان العلاقه المتوازنه اللي هي البالانسد اللي هو انا اتجوز حد انا بحبه وهو بيحبني علشان نعيش في سعاده، عشان يبقى في موده ورحمه ما بيننا. علشان كده موضوع الجواز ده مش سهل، هو مش اي حد هتعرفه يلا بقى اي حد حاجه بسرعه. الموضوع مش سرق بيض، لازم يبقى احنا مستقرين، لازم نختار اختيارات ثابته، لازم يبقى عندنا القدره على ان احنا يعني نستنى وننتظر الشخص المناسب. هو يعني ما ينفعش يكون الجواز هدف يلا انا عايز اتجوز وخلاص، هو الجواز اللي بحبه ولا الجواز اللي بيحبني ويلا اي حاجه بسرعه بسرعه. احنا ممكن نقعد سنين نستنى الشخص المناسب. بس my advice as Russia بجد محدش يتجوز غير الشخص المناسب، الشخص اللي انت تكون سعيد معاه ومبسوط معاه وحاسس ان في passion، حاسس ان في حب، حاسس ان في حاجات مشتركة ما بينكو. لما يكون الطرفين بيحبوا بعض هيبقى في passion كده، في لهفة، في شوق، في سعادة، في حتى من ابسط الحاجات هتلاقي نفسك مبسوط، هتلاقيكم بتدوروا على حاجات مشتركة ما بينكو. انا بشوف ان السعادة الحقيقية هو ان انت تلاقي السول ميت بتاعك اللي هو توأم روحك، الشخص المكمل ليك، البارتنر بتاعك المناسب. اما الموضوع مش موضوع اتجوز حد بيحبني ولا اتجوز حد انا بحبه ويا دي خالص، مفيش حاجة اسمها كده. انا اعرف ناس استنت كتير ممكن يكونوا اتأخروا في سن الجواز بتاعهم، بس في الاخر لقوا the one او الشخص اللي هو البست ماتش ما بينهم. جماعة عمر البست ماتش معاهم. فموضوع بقى الجوز اللي بحبه ولا الجوز اللي بيحبني دي انا مش معاها خالص، ولا انا بشجع ان انت تتجوز حد انت بتحبه فقط هو مش بيحبك، لان انت هتتعذب وهتتجرح وهتحس ان انت وحيد، ولا ان انت تتجوز حد هو بيحبك وانت مش بتحبه، لان انت هتحس بحياة بلا روح بلا باشن بلا طعم، ويعني مش هتحس ان انت عايش اوريدي. فانا بنصح كل الناس بتتفرج عمر طب ممكن هو معاك؟ لا مش ممكن. اختار الشخص اللي تألف روحه ليك، يبقى فيه ألفة ما بينكو، يبقى فيه توافق روحي ما بينكو. بجد الجواز فعلا حاجة مش سهلة، يعني مش سهل انت تتجوز اي حد، مش سهل. لازم تتقنن ولازم تختبر الشخص ده، لازم تشوف هل انت فعلا كومباتبل معاه متوافق معاه ولا لا، هل انت فعلا بتكون مبسوط معاه ولا لا، هل فعلا هو ده رفيق روحك ولا لا. دي وجهة نظري متواضعة، بس قولولي بقى انتوا تختاروا انتوا ايه رأيكم، تتجوز اللي بيحبك ولا تتجوز اللي
انت بتحبه ولا تتجوز رفيق روحك وتوأم روحك. عمر عايز اقول لكم حاجه يا جماعه قبل ما اقفل، معلش استحملوني ابني حبيبي، اتفضل حضرتك. Okay guys, so you know this, if you don't know this game Among Us, it's very cool, you should download it, it's free to download on iOS and Google Play. Thank you. شكرا، بحبكم جدا، قولوا لي رايكم تحت في التعليقات. باي. Okay.